اخواتي وحبايبي، يا ريت الناس كلها تجمع هنا عشان عايز اقول كلمتين مهمين بعد اذنكم. يا ريت الناس كلها تجمع عشان انا عايز الناس في كلام مهم جدا، ويا رب الناس تسمعني للاخر. يعني يلا بينا. يلا هنقول كده اول لما الناس تبقى 10,000 ولا حاجة. يلا هانت اهي. يلا سلام عليكم على كل الناس اللي عندي. انا فوجئت زيكم كده بالظبط والله، ان حمو بيكا منزل صورتي وعامل علامه غلط كأن واحد اسرائيلي او واحد عدو او كده، وكاتب الكلام اللي انتوا شفتوه ده كله. دلوقتي يا حمو يا بيكا، انت بتقول ان يا جماعه بعد اذنكم محدش يكلمني في عمر كمال عشان في الشخصية دي، عشان الشخصية دي بتصدرني الشغل والكلام ده كله. دلوقتي يا حمو، انا طبعا بص يا حمو، انا محترم جدا يعني، وسكت كتير جدا على اهانات الناس وقلة ادب الناس، ومش برد كتير جدا وبكبر دماغي، والناس بتشوفني اللي انا على قد ايديها، والناس بتشوفني اللي انا يعني مش عارف يعني. وانت طالع تقول على الحسن العجوز وعلى عمر كمان مش عارف قصير ولا طويل ولا بتاع. بص يا حسن، انا بص يا بيك، انا ممكن اطلع على الفطك واقول لك ابو كرش، ده كله كلام قله ادب انا ماليش فيه. انا بس طالع ارد على كلمتين على اللي انت قلتهم وخلاص، فهمتني؟ بس قله الذوق وقله الادب اللي انت بيك بتستخدمها دي انا ما بحبش اقولها، ومش منطقي يعني، مش مبدئي. دلوقتي عمر كمال بيحطني في شغل، الشغل ده يا بيك ليه فلوس. عمر كمال يا بيك اللي انت بتقول، عمر كمال يا بيكا اللي انت بتقول عليه اللي هو بيجمع فلوس ومش بيجمع فلوس، عمر كمال اللي انت المعلمه اللي انت بتقول انت تقفله ده، وانت طبعا لو قفلت طبعا او محارب، وانا اقفل لك برده كل تراكاتك كده كده اللي انا اصلا مشترك فيها عندك. اول تراك يا جماعه اخده من عند حمو بيكا انت معلمه، شمس المجره اللي جاي فوق 100 مليون اللي هو انتاجي واللي هو الحاني، انا سايبه لك عندك على قناتك يا بيكا. فلوس بتاع هاني خلف ابو الدهب اللي احنا اصلا ما عاملينه برضه مجامله، اللي هاني خلفه والدهب برضه سايبهولك، بنت خان سايبهولك، مساء النقص عندك، كل التراكات اللي فايقه ورايقه، كل التراكات سايبها لك على قناتك، انت اللي بتاخد فلوسها وانت اللي بتاكل بيها عيش. الحمد لله، الله الغني، انا بكسب الحمد لله بيك من زمان، وده كله اصلا مش لازمني في حاجه. حمو بيك يا جماعه اللي بيتكلم على الشغل وبيتكلم على الفلوس ده، انا قاعد عند حمو بيكا، كان بايت عندي في البيت اللي احنا يا صاحبي كان عيش وملح، وانت بتيجي في القاهره تبات عندي عشان انا بحبك. رايحين مشوار، قلت له يا حمو تعالى تعالى يا حمو معايا عند الحلاق اعمل شعر، بقى اروح مشوارنا. انا قاعد عند الحلاق بتاعي، وفجأة بحمو بيكا جايب واحد بيتفق معاه على شغل سنتر بتاع فساتين. طب يا عم انا يا سيدي مش عايز اعمل ده، انت اللي حطيتني في الموضوع، تعالى نعمل فيديو للراجل، واكيد الراجل هو قاعد انا هتكسف او هتحرج اقول لا مش هعمل فيديو. انا مالي يا عم اعمل انا مهرجان لفستان فرح ليه يا عم حمو؟ يعني انا اعمل مهرجان لفستان فرح ليه يا حمو والبوتيك ليه يا عم؟ انا راجل عايز اشيل نفسي من حته الاسماء يا عم، انا عايز اعمل فن كويس زي بنت الجيران وعود البطل والكلام ده كله. انا مش فاهم برضو يا حمو، انت عايز تحطيني ليه في حته الاسماء وفي حته الكلام ده كله؟ بعد ما حمو خلص جاول تعالى نعمل فيديو للراجل ونعمل، انت اللي حطيتني مع الراجل. وبعدين انت يا حمو يا بيكا الاصول والادب بتاعت الشغل، خش من هنا الاصول الادب والشغل يا بيكا، ان انت يا بيكا النهارده لما يجي لك شغل مطلوب فيه عمر كمال، تسال عمر كمال عايز كام، زي ما انا بيكا لما حد بيطلبني في فرح وبيطلبك معايا برفع سماعه التليفون بتاعتي بقول لك يا حمو يا بيكا انت عايز فلوس قد ايه؟ هل انا بقول لهم ادي لحمو 10,000 20,000 30,000، ولا بتصل بيك يا حمو اقدرك بقول لك يا حمو انت هتاخد كام في الفرح ده، بتقول لي قد كده بطلب لك قد كده. ممكن يا حمو يكون فلوسك دي يعني مش مناسباني الفتره دي يا سيدي، مش عايزها يا سيدي، انا شايف ان الاجر ده قليل عليا، انت بتتفق لي ليه؟ ثانيا يا عم حمو، واسلام ساسو موجود حي يرزق يشهد على الكلام ده كله، المهرجان اللي انت خدته بتاع الدنيا بتجرح اللي انا دافع كلامه ولحن، رحت حطيت فيه اسماء وخدته من عند ساسو، هل انت استاذنتني تاخده؟ هل انت دفعت لي قرش؟ مش ده فلوس؟ مش انت بايع المهرجان ده لناس يا عم حمو يا بيكا؟ زي ما انت على طول، مش انت بايع المهرجان ناس ده لناس يا حمو يا بيكا وقابض فلوسه؟ فين حق انا يا اللي بتقول عمر كمال بيجمع فلوس؟
انا بجمع فلوس، انا طول عمري بديك تركاتي وطول عمري بسيب للدنيا كلها تركات على قنواتها، عمري ما سألت واحد فيكو على جنيه. اول تراك اخده على قناتي وابدا اشغل قناتي كان بتاع لخبطيطه، وكان بتاع انت معلمه. فلوس ايه يا حمو اللي انت بتتكلم عليها يا حمو؟ يا حمو عمر كمال، عمر كمال ده اللي بيكلم لك في مشكلتك يا حمو في النقابه، وراح كلم استاذ هاني شاكر وقال له يا استاذ هاني ما ينفعش، وحمو حمو 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 حمو. انا يا حمو في عز ما كانت بنت الجيران فشخه الدنيا ومكسره مصر، وانت في شهر واحد اللي فات جيت لك لحد عندك، وفي ظل ما كل اصحابك كانوا بيهربوا منك، في كل اصحابك بيهربوا منك، انا الوحيد اللي كنت بقف اغني معاك يا حمو، وكنت باخد كلام من النقابه وبتوقف من النقابه والناس بتكلمني من النقابه، بس انا يا حمو كنت بقف برضو جنبك. تراك انت معلمه سبب تاخيره وسبب اللي هو ما ينزلش ان النقابه ما كانتش موافقه على تراك انت معلمه، عشان انا بغني مع حمو بيكا، ومع ذلك رحت اتكلمت في النقابه وقلت لهم يا جماعه حمو وما ينفعش، وقلب ابيض واغنيه كويسه ما فيهاش كلمات مبتذله والكلام ده كله يا عم حمو. يبقى انا عمر كمال وحش انت النهارده يعني ايه؟ طب ما انا قابلتك اول امبارح، انت ما ادتنيش فلوس ليه يا حمو؟ التراكات، التراك بتاع هو احمد الرشاش ده اللي انت حطيت اسمه، والتراك بتاع فستان الفرح اللي انت مصور، هو فين فلوسي اصلا؟ يعني فين فلوسي اللي انت بتقول لي متفق لي عليها؟ هو فين الفلوس يا حمو؟ مش يا حمو الشغل ده ليه اصول؟ هو انا اقدر اوديك فرح من غير لما اديك عربونه؟ الناس اللي بتقول بتتخانقوا على فلوس، ده يا جماعه ده اكل عيشنا وده شغلنا، زي ما انت كده شغلك يعني اخر الشهر بتروح الشركه بتاعتك وبتقبض فلوس. يعني الناس تقول لك بتخانقوا، لا ما تخانقش على فلوس، ده اكل عيشنا، في ناس شغالين معانا وده شغل برضو داير يعني. بس انا برضو برد عليك يا حمو في اللي انت قلت عليه. انت دلوقتي يا حمو فين الفلوس بتاعت فستان الفرح؟ طب انا مقابلك اول امبارح على كافيه حجرين، صح كده؟ ما اديتنيش فلوس المهرجان ليه؟ والمهرجان اللي انت خدته عند صصه بتاع الرشاش ده اللي انت نزلته من غير حتى ما تقول اللي انت حتى هتنزله. انت انا بصحى وانام يا حمو قلت نزلت التراك على الفيسبوك، طب التراك ده النهارده لو جاب 100,000 مش هقول لك التراك سقط ويتحسب عليا؟ ولا مش هيتحسب عليا؟ سنان انا يا عم ربنا كرمني وعايز اشيل نفسي من حته الـ 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 الاسامي والكلام ده كله يا عم حمو، رحت جبت الراجل عند الحلاق وحطيتني مع الراجل وتعالى نعمل فيديو للراجل، هل قعدت معايا قلت لي يا عمو يا عمر يا كمال حابب تعمل الفيديو ده ولا مش حابب تعمله؟ ما خدتش رأيي اصلا، جبت الراجل وحركتني مع الراجل وخلتني اصلا اعمل فيديو، وانت طالع بس تقول عمر كمال ما شافنيش، عمر كمال ما شافنيش. لا يا حمو، طب ما انت يا حمو جايب لي الراجل لحد الراجل ولحد المكان اللي انا فيه وبتلزمني يا حمو ان انا اعمل فيديو، يطلع الكوبري ده وبتلزمني ان انا يا حمو اعمل فيديو مع الراجل يا حمو. سبحان الله، هي دي اصول شغل يا ابني. وبعدين يا حبيبي انت دخلت بيتي ونمت في بيتي وكلت معايا عيش وملح، وكلت معايا عيش وملح يا حبيبي، عيب تكتب بوست كده قدام الناس؟ عيب تكتب بوست كده؟ ممكن تتصل بأمير سامي يا جماعة حمو بيكا سعة فرحك يا حمو، سعة فرحك مدير أعمالي اللي هو أمير سامي اللي كان رابط لك متفق مع النمر اللي جاي تغني دي كلها، وأنا كنت في تونس من غير باسبور وقع في مشكلة ووقفت لوحدي في تونس، ونزلت لك مدير أعمالي، ونزلت لك مدير أعمالي مصر يقف جنبك فرحك، وانا وقفت لوحدي في تونس عشان فرحك يكمل على خير، عشان اللي مكلم النجم سعد الصغير ومكلم النجم محمود الليسي ومكلم عبد السلام وجايب لك النجوم دي كلها مدير اعمال يا حمو. ما تقولش عمر كمال ده، انا عمري ما كنت بتاع مصلحتي يا حمو، ولا عمري ما دورت وراك بفلوس يا حمو يا بيكا. انا طول عمري جدع وطول عمري بسيب لكم تراكاتكم على قنواتكم، ولا عمري بصيت لواحد فيكم في تراك واحد يا حمو يا بيكا. لما الاعلان بتاع اي ام اس بتاع الهدوم، انا اللي قلت له حمو بيكا يجي معايا، وابعدت امير سامي مدير اعمال اتفق لك على فلوسك يا بيكا. فبيكا عيب يا بيكا، عيب يا بيكا تروح تقول ان عمر كمال ده صحبه مزيفه. انا عمري ما كسبت من وراك لا قرش ابيض ولا اسود، ولا عمري ببصيت لك على فلوس يا بيكا. لو انت بتقول لك التراك بتاع انت معلمه اللي انت بتتكلم عليه، انا سايب لك قصاده 10 12 تراك على قنواتك يا بيكا، كلت من وراهم الشهد وعملت من وراهم فلوس يا بيكا. العربية بتاعتك يا بيكا الرانج روفر اللي انا وامير سامي مصدرين لك عند المعرض، محدش يا بيكا هيطلع لك عربية، محدش هيطلع لك عربية بمليون 850,000 جنيه على اسم عمر كمان، عربية طلعت لك من غير اي ضمان، دورت عربيتك ومشيت يا بيكا.
عشان عمر كمال بس اللي تصدر لك في الحوار وقال المعرض بيكا ده انا اضمنه برقبتي يا بيكا. وطلع تقول عمر كمال مش عارف وطلع تشتم عيب يا بيكا تطلع يا بيكا اللي انت دخلت بيته وكلت معيش وملح بتطلع تقل ادبك يا بيكا وتقول ده فلان واعلان وتشتم يا بيكا اللي احنا برضو فينا لسان نعرف نتكلم ونعرف نعمل الكلام ده كله يا حمو. وسكوتي الكتير ده الناس افتكرت ان عمر كمال افتكرت ان عمر كمال ده على قد ايد الناس وعمر كمال ده هالهولة ومحدش شايفه. مساء النقص دي انا جايب لحنها يا حمو لحد عندك وضفت للمهرجان وشيكت المهرجان فايقه ورايقه دي انا اللي جبت اللحن لحد عندك بنتخان دي انا اللي انا جايب اللحن لحد عندك بشمس المجره انا اللي جايب اللحن وجايب الموضوع وجاي بيه يا عم حمو انا مش قليل ولا صغير. وبعدين انت بتقول لي يا عمر يا كمال روح غني لوحدك انا غنيت لوحدي الغربه وغنيت ابويا ونجحت وعلى ايه والكلام ده كله هو المهرجانات قايمه على الدويتوهات مفيش مهرجان واحد بيقوم لوحده بالمهرجان يا عم حمو. المهرجان ده يا عم حمو ماشي بالدويتوهات مع بعضينا. ما انا ممكن اقولك روح غني لوحدك بطولك يا عم حمو مفيش حاجه اسمها كده احنا ربنا كجعلنا كلنا اسباب في حياه بعض يا حمو يا بيكا. عيب يا حمو تطلع يا حمو تطلع تشتم وتطلع تعمل بوست زي ده يا عم حمو. الشغل ده يا حمو ليه اصول الشغل ده ليه اصول يا حمو. انت بتروح تاخد الشغل ما تدفعش فلوسه يا عم حمو بتقول عمر طالع يجمع في فلوس وانا لو بجمع في فلوس كنت سبت لك التركات دي كلها عند على قنواتك. يقولك حطني قاعد بحلق لقيت واحد جاي بيقول لي تعالى نعمل اغنيه بوتيك بتاع 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 فساتين فرح. انا مالي يا عم فساتين الفرح يا عم انا مالي اعمل انا فساتين فرح ليه واعمل لبوتيك ليه يا عم الحاج انا مالي بالكلام ده كله. وطلع تقول النظره والصحبه مزيفه جم عم انا ما قلتش معاك في حاجه انا اكتر واحد بتكلم عنك كويس في النقابه وفي عز ما الدنيا كلها بتروح تقول مش هنغني مع حمو بيك عشان النقابه انا بغني معاك يا حمو لان انا مش عايز احسسك لان انا مش عايز احسسك اللي انت لوحدك مش عايز احسسك اللي انت منبوذ مش عايز احسسك اللي انت مش فنان. انا في يوم من الايام جيت قلت لك انا عايز اعمل معاك اول مهرجان عملناه فانا يا سيدي برد لك جميل يا سيدي انا برد لك جميل لان انا اكلت معاك عيش وملح يا حمو. فعيب تكتب كده عيب تكتب عليا انا كده يا حمو عيب تكتب عليا انا كده انا مش وحش واحنا كنا مع بعض عيش وملح وانا ليا مواقف كتير يا حمو يا بيكا حلوه معاك. فيا حمو ربنا يهديك وبلاش يا حمو تعمل كده مع الناس اللي بيحبوك بس. وانا هسيب البث ده عشان الناس تعرف المشكله الشغل اللي بيقول عليه حمو بيكا لا خدت منه ابيض ولا خدت منه اسود ولا اداني عربين ولا اداني اي حاجه. يبقى ازاي انا هعمل الشغل وقبل ما اعمل الشغل اللي انت بتقول لي عليه وانت تاخد رايي تاخدني على جنب كده مش تحطني يا حمو قدام الامر الواقع. اللي بيزعل من الاصول يا حمو يبقى ما ترباش عليها يا حبيبي. والتراكات اللي انت بتقول عليها دي يا حبيبي انا لو انت سايب لي تراك انا سايب لك 12 او 15 تراك على قناتك لعمري سالتك في ابيض ولا سالتك في اسود يا حمو يا بيكا. ربنا يهديك يا حمو وربنا يا رب يديك على قد طيبه قلبك. انا عارف ان انت طيب بس عيب يا حمو تطلع تشتم وعيب يا حمو تطلع تعمل الكلام ده كله يا حبيبي.